لا صوت يعلو فوق صوت رفع الفائدة، ده اللي حدث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي. احنا إن شاء الله في تقرير بيصدر من البنك المركزي المصري، احنا إن شاء الله هنستعرض ليكم تقرير حديث صدر بيتكلم عن أسعار الفايدة في الدول الأوروبية، بيتكلم عن العملات، بيتكلم عن الذهب، بيتكلم عن الأسهم والبترول، يعني بيتكلم عن الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي اللي هو من 2 سبتمبر حتى 9 سبتمبر. هنستعرض لحضراتكم التقرير إن شاء الله ونشوف إيه هي توجهات سعر الفايدة خلال الفترة القادمة. بنذكر حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، فعل تصفيق الجرس وتعالوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباح البنوك. التعليق الأسبوعي اللي بيرصده البنك المركزي المصري بيبص على أهم المؤشرات اللي موجودة في الأسواق العالمية، وزي ما هنستعرض قدام حضراتكم دلوقتي التقرير هنلاقي ان سوق السندات الأمريكية اللي سنتين ارتفعت تقريبا 17 نقطة، واللي هي 5 سنوات ارتفعت 14 نقطة، و10 سنوات ارتفعت 12 نقطة، و30 سنة ارتفعت ما يزيد عن 10 نقاط. بالنسبة للسندات الحكومية الأوروبية هنلاقي اللي هي سنتين ارتفعت تقترب من 23 نقطة، أما بالنسبة ل5 سنوات 23 نقطة، وال10 سنوات 17 نقطة. السندات البريطانية هنلاقي اللي هي مدتها سنتين انخفضت 7 نقاط أو 7%، أما بالنسبة لل5 سنوات انخفضت ما يقرب من 14%، واللي هي 10 سنوات انخفضت ما يقرب من 17.5%. ولو بصينا على معدلات الفايدة الرئيسية الموجودة في الولايات المتحدة وموجودة في أوروبا وإنجلترا هنلاقي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 12.5%، ما حصلش أي تغير خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي كان 0.5% أصبحت 1.25%، فهو رفع 75 نقطة مرة واحدة، وده بسبب محاربة أو مكافحة التضخم. طبعا التضخم هناك تضخم كبير جدا، وسببه مش عوامل داخلية، سببه عوامل خارجية، وهي الحرب الروسية وموضوع الغاز اللي بأثر جدا على الدول الأوروبية. بنك إنجلترا بنتكلم في 2.25%. التقرير بيشيل إن مازالت الأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بيشددوا من السياسة النقدية، ومعنى التشديد من السياسة النقدية إن هم بيرفعوا من أسعار الفايدة. الولايات المتحدة رفعت 1.25%، وأوروبا رفعت 1.25%. أما بالنسبة للعملات فمؤشر الدولار انخفض من أعلى مستوى له منذ عام 2002، وده على الرغم من التصريحات المتعددة من مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واللي كلها بتصب في تشديد السياسة النقدية. وبالنسبة لليورو ارتفع بنسبة تقترب من 1%. وبالنسبة للمخاوف من الطاقة أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9% خلال الأسبوع إلى رفع معنويات الأسواق، مما زاد من الدعم لليورو. الجنيه الاسترليني أيضا ارتفع بنسبة 1.25%، والين الياباني تراجع بنسبة تقترب من 2.25%. والشكل قدامنا بيرصد التغير الأسبوعي بعملات العشر دول الكبار. تقدروا حضراتكم توقفوا الفيديو وتبصوا على العشر دول اللي هي حصل فيها تراجع أو حصل فيها ارتفاع. طبعا الفرنك السويسري كان أعلى حاجة 2%، والين الياباني اللي انخفض تقريبا ب1.6%. أما بالنسبة لموضوع الذهب فسمح الضعف الدولار لأسعار الذهب بالارتفاع لأول مرة في 4 أسابيع. ده طبعا مؤشر الذهب مقارنة بالدولار. لو احنا شفنا اللون الأزرق ده هو الذهب، أما اللون اللي هو البرتقاني فده هو الدولار. زي ما حضراتكم شايفين العلاقة العكسية اللي بينهم، لما الدولار بينخفض الذهب بيرتفع، والعكس لما الدولار بيرتفع بنلاقي إن الذهب بينخفض.
لو بصينا على عملات الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي، ده بيقيس العملات في الأسواق الناشئة، هنلاقيه إن هو خسر ما يقرب من 0.22% خلال الأسبوع الماضي. عملات الدول الناشئة ومنها مصر طبعا بتتأثر دائما بقرارات البنك الفدرالي الأمريكي، وكل بنك الفدرالي الأمريكي ما بيشدد من السياسة النقدية كل ما بيسبب أزمات في الأسواق الناشئة وضغط على عملات الأسواق الناشئة. طبعا التقرير في رسم برضو قدام حضراتكم بيظهر لكم أهم عملات الأسواق الناشئة اللي شهدت ارتفاع، وأيضا بيذكر أهم العملات اللي شهدت انخفاض خلال الأسبوع الماضي. هنسيب لحضراتكم رسم البياني دوت، تقدر حضرتك تثبت الفيديو وتشوف أهم العملات اللي ارتفعت وأهم العملات اللي انخفضت. أهم العملات اللي ارتفعت هي البيزو الكولومبي وتقريبا ارتفعت 3%. أما أكبر العملات اللي انخفضت فهي البيزو التشيلي وتقريبا انخفضت 3.6%. أما بالنسبة لأسواق الأسهم فسجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تقريبا مكاسبها الأسبوع الأول خلال الشهر مع تغاضي المستثمرين عن تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياط الفدرالي والتي تشير إلى تشديد السياسة النقدية. وبيرصد التقرير أهم المؤشرات اللي شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية، وده بشكل عام عن الأسهم. وهنسيب لكم وهنسيب لحضراتكم مجموعة من الروابط اللي فيها المادة دي، تقدر حضرتك تقراها وتطلع عليها. أما بالنسبة لأسعار البترول تراجعت أسعار النفط بنسبة 0.19%، واستقرت عند تقريبا 93 دولار للبرميل. بيقول التقرير إن أثرت عمليات الإغلاق الجديدة التي أقرتها الصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا على توقعات الطلب، وهبطت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى 88 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2022، وده برضو تشارت تقدر تبص عليه بالنسبة للتغير في أسعار البترول. ده التعليق الأسبوعي للبنك المركزي المصري على أسعار الفايدة اللي شهدت ارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 1.25%، وأيضا حركة التغيرات في البترول، في الذهب، في سوق الأسهم والسندات الأمريكية. إن شاء الله نستعرض لكم كل أسبوع التعليق الأسبوعي لأهم ما جاء في الأسواق العالمية. ده انعكاسه إيه علينا؟ انعكاسه أن ده مؤشر أن البنك المركزي المصري ممكن يرفع سعر الفايدة خلال الاجتماع القادم اللي هو 22 سبتمبر. عملية الرفع أو عملية تجديد السياسة النقدية اللي موجودة في البنوك دي الهدف منها هو مواجهة ارتفاع الأسعار، موجة تضخم بتضرب كل دول العالم. البنوك المركزية بتتدخل من خلال أدواتها للحد من ارتفاع الأسعار، ودي نقطة مهمة. لو انفلتت الأسعار بتبقى الأمور صعبة وتكلفة عالية كبيرة جدا على الدولة وعلى المواطن. في النهاية استعرضنا لحضراتكم التعليق الأسبوعي اللي بيصدره البنك المركزي المصري، إن شاء الله تكون دي سنة. نعرض لكم كل أسبوع ما جاء في الأسواق العالمية وأهم المؤشرات وانعكاسها علينا. بنذكر حضراتكم كل ما اشتركش يشترك، فعل خاصية الجرس، وانتظرونا إن شاء الله دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. المركزي بتثبيت اسعار الفايدة، البعض من حضراتكم علق حوالين ان الناس هتسحب فلوسها او احنا هنسحب فلوسنا وغيره من الكلام اللي بيتكرر من وقت لاخر حوالين الموضوع، وانا شايف الموضوع ده فرصة
ان احنا ندردش مع بعض في قصة نسحب فلوسنا. القاعدة الاساسية ان فلوسك دي استثمرها بالشكل اللي انت شايفه صح، واستثمرها في اي وعاء استثماري او ادخاري بالشكل اللي انت شايفه يحقق بمصالحك انت.